وأيضا بانضمام الهواري والشمالي إلى الفريق الوزاري تكون حكومة بشر الخصاونة قد أجرت تعديلا وزاريا رابعا، وذلك خلال نحو 5 أشهر ونصف منذ تشكيلها في 12 من تشرين الأول الماضي. ويعد الدكتور فراس الهواري من أبرز الأسماء المشاركة في إدارة ملف جائحة كورونا، فيما تدرج الوزير يوسف الشمالي في عدد من مواقع المسؤولية في القطاع الاقتصادي.